في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتجر من بلاد الشام إلى المدينة المنورة، ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى. فبينما هو راجع من الشام عرض له لص على فرس، فصاح التاجر: قف! فوقف التاجر وقال له: شأنك بما إلي بمالك له لص. بما إلي؟ فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك. فقال له: أنظرني حتى أصلي. قال: افعل ما تريد. قال: افعل ما بدا لك. فصلى 4 ركعات، ثم رفع رأسه إلى السماء يقول: اسمعوا هذا الدعاء ورددوه، والله العظيم سوف تلقون أشياء عجيبة، وبعد هذا الدعاء ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لكم. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وإذا بفارس بيده حربة، فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى نحوه، فلما دنا منه طعنه فأرداه عن فرسه قتيلا. وقال الفارس للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثة، لذا دعيت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث. ثم دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شرر. ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت الله أن يوليني قتله. واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك في كل شدة، من دعا بدعائك في كل شدة أغاثه الله وفرج عنه. ثم جاء التاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فأخبره، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب، وإذا سأل بها أعطى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذا الدعاء يا جماعة الخير يعني مجرب، كثير ناس حكولي إياه إنه يا أستاذ عباد ادعي بهذا الدعاء، وإن شاء الله رب العالمين ربنا راح يشفيك، وربنا رايح يجبر بخاطرك، وربنا راح يرزقك يعني بشغل وعمل وعلم بإذن الله تعالى. فيا جماعة الخير هذا الدعاء أوصلوه إلى كل من هو محتاج، يجب أن يصل إليه ليدعو به، وإن شاء الله رب العالمين بعد أن يدعو بهذا الدعاء يرفع يده إلى السماء ويطلب من الله ما يريد، وإن شاء الله رب العالمين رب سبحانه وتعالى سوف يستجيب له. وأسماء الله الحسنى بإذن الله تعالى هي الأعظم، فذكر إن نفعت الذكرى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم.